هلا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ وليد؟ ان شاء الله بخير. حياك الله يا سيادة المعلم، اتفضل. ربي يعزك. ترى امس انقطع البث وحاولت ما يهمك الحاجة، اتصل اتفضل. بيك ما حصلت. جزاك الله خير الجزاء. بس انا سمعت، جزاك الله خير، سمعت الحديث على الآية الأولى بالنسبة لموسى، لآية موسى وفرعون. اللي هي آية إيه؟ الآية اللي تكلمنا بها أمس، اللي هي ونريد آية أن إيه؟ نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة اتفضل ونجعلهم اتفضل. الوارثين. فأنا سمعت الكلام مالتك جزاك الله خير الجزاء، سمعت أنه هنالك اكو مفسدين وهنالك اكو، سمعت. بس انت استشهدت قلت من الأئمة اذا ينطبق على ارض الواقع، ما نجد واحد من الأئمة انه شملت الايه لانه بها المواريث. بس هذا لا يعني انه لغه الايه واضحه، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم ائمه، هاي واضحه، ونجعلهم الوارثين باللغه العربيه تكرار الفعل يستصحب المغايرة يقولون. يعني أهل البلاغة باللغة يعني مو بالضرورة أنهم كلهم يكونوا وارثين. نعم قد بعضهم يكون وارثين بس كلهم أئمة، بس ليس بالضرورة كلهم يكونون وارثين. فالذين ورثوا مثلا أولهم الإمام أبي بكر استلم الخلافة، الإمام الحسن استلم، بالأخير الإمام الحجة قد استلم، إذا ربحهم 3 من 12 يعني يكونون وارثين. فهذا ما يعني ما يغير بالنسبة للآية إذا لا شملت انت الأئمة. نسيت حاجة، هنا نسيت حاجة يا استاذ المعلم، مع احترامي بالأستاذ ليك. بالأستاذ نجيب بس الآية عشان الناس كلها تعرفها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ايوه ونجعلهم الوارثين. عجيب، ما تقلقش عجيب. القصص يا رب. أي الآية تمام. بص يا سيادة المعلم، أنت نسيت حاجة. سنت. الضمير الذي في كلمة ونجعلهم، الضمير عائد على من؟ إيه نعم، قلت لك هذه لا ما تقوليش نعم، لغة أنا سألتك الضمير وعائد على من؟ تقول لي عائد على من؟ ما تقوليش اي نعم. عائد عليهم، عائد عليهم بس مو على مين بالضرورة يكون هم دول؟ كلهم. مين هم؟ عائد على مين؟ على من؟ أستاذ وليد يا هذا مو استاذ انا كلام ولا عايزك تطلع من كلامك. بقك. انت مو تيجي تقول كلهم وارثين، ما يصير بلاغة يفترض صدق الآية لا إذا يكون هذا هكذا. الليل ولا وقع على الفجر الآية والعصفور صو 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 شاب شنو، انت تستهزئ القبطة التمييز بجاك يا اللابس كان؟ بسالة لونه نو نو نو. مع الاسف عليك رجال تشبير قال استاذ بيه يعني مجاي احكي لك انا. مع الاسف والله لا حول ولا قوة الا بالله. انا جاي اقول لك بلاغة المغايرة تستوجب مثل مرة اكو آية واطيعوا الله ورسوله، ونفس واطيعوا الله ورسوله، هاي الطاعتين مغاير بهذا مو مغاير لغة بلاغة. ليش تزعل واحد من يحكي وياك وتستهزئ بالمقابل؟ الو قالوا ايه؟ انا سألتك سؤال واحد، كلمة ونجعلهم، الضمير عائد على من؟ على بعضهم لا الضمير هنا عائد على من؟ ايه الكلمة اللي قبليها؟ بعضهم وليش بعضهم، بعضهم لأن مغايرة، مغايرة لغة. ارجعي البلاغة، ارجعي البلاغة. يا عم الشيخ الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك. اقرأ الآية تاني كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ وليد لا تزعل من أقول لك يا أخي، ادرس لغتان، يا باشا ادرس مو بس انا النحو. يا عم ما درستش لغة، لكن انا عايز افهم منك هنا، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين،
كلمة ونجعلهم الوارثين، الهاء هنا الضمير اللي هنا عائد على الأئمة ولا عائد على حد تاني؟ على أئمة بس ليس كلهم. حلو قوي. يبقى إذا أنت حضرتك بتقول لماذا؟ اسمعني بس اسمعني. أنت تقول راح تجيلي لماذا؟ اسمعني بس اسمعني بس اسمعني 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 الله يبارك عمرك. هنا الإمامة المقصودة في الآية إمامة عامة ولا إمامة خاصة؟ عامة. الإمام العام يكون له إرث الأرض أي المتحكم في الأرض أم لا؟ مو بالضرورة. ما هو مو بالضرورة، لكن لو أصبح إماما أصبح له إرث الأرض أم لا؟ يعني خلاص عين إماما. لا. عين إماما أصبح بالفعل إماما. مو بدليل الآية إجت الورث خب ماكو ورث تشيله يا باشا. طالما دمجت الإمامة بالإرث يبقى إذا أصبح الإمام يبقى أصبح له إرث. يعني إن جعله الله عز وجل إماما على الأرض أصبح له إرث زي سيدنا سليمان يبقى وارث الأرض. لو كان هكذا لا 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 لو كان هكذا لو كان هكذا سليمان إجى إجا نص خاص بي قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لو كان هكذا لما هنالك آية إن أرضي يرثها عبادي الصالحون، هل فقط الصالحون كلهم يرثون الأرض؟ لا يا باشا لو فقط هقول لك أنا في حيمك هقول لك أنا الآن عندما الآية تتكلم على أن الله عز وجل إذا أراد ومن على الذين استضعفوا ويجعلهم أئمة على الأرض، إذن الإمام إذا كان على الأرض إذن ورث الأرض، وإلا لما ذكر الله عز وجل لما ذكر الله عز وجل الأرض والإرث الأرض. إذا هذا سر زيادة وجعلهم مرة ثانية. عجبني بطريقة ثانية أخف. عجبني بطريقة ثانية أخف. أفهم قصدك. اسمعني بس. أفهم قصدك. اسمعني الله يبارك في عمرك. أفهم قصدك. سعد وليد. أجيبها لك بطريقة ثانية أخف. تمام. الله عز وجل عندما دمج كلمة الاستضعاف في الأرض والله عز وجل جعل هؤلاء المستضعفون أئمة وأورثهم بعد أن جعلهم أئمة أورثهم الأرض، يبقى احنا عندنا خيارين، إما أن يكون إماما مستضعفا فهو هيدخل لسه ما خرجش من مسألة الاستضعاف لكنه إمام ولكنه مستضعف، ولكن الآية هنا تتكلم على أن الاستضعاف ذهب مع الريح وبدل الاستضعاف إلى قوة وهي الإمامة والأرض أي إماما على الأرض. صحيح كلامنا صحيح؟ يعني تريد تقول كل إمام مستضعف لابد أن يرث قصدك؟ لا حول ولا قوة. كل بص افهم بس بالله عليك أفهمك من جديد. الله عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، فهناك دلوقتي إمام ولكنه مستضعف، إمام مستضعف، ولكن كلمة الاستضعاف لن تنخلع من الإمام لأنه ما زال مستضعف، يعني ما تشلش من الإمام، هو إمام بس مستضعف. هل الآية تتكلم عن الإمام المستضعف أم الإمام الذي له بسطة في الأرض؟ تفضل. ولا مو هذا السؤال أنا وياك، هو السؤال مالتي. لا يا باشا أنت جبت الآية أساسا إن الآية دي تتكلم عن الأئمة عندك والأئمة عندك جيد. مستضعفون جيد 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 يبقى جيد. إذن الآية دي لا تخاطب عن الأئمة عندك أنت شر... لأن انت... اسمعني انت بس ديت. لأن مع الاستضعاف لا تورث الأرض، لا يكون لهم بسط شر... الأرض، والآية تتكلم على انت... أن الله عز وجل يمن عليهم ويخلع منهم الاستضعاف ويجعلهم أئمة على الأرض. ايه؟ يعني لهم البسطة انت لهم ديت. الحكم على الأرض. واضح 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 واضح. انت شنو قضيت؟ نقضت قولي، نقضت على انه لو كان هؤلاء المقصودون في هذه الآية اين منهما الذي ورث؟ يفترض 12 كلهم يفترض ان يرثون الارض. انت اللي قلت حضرتك انت اللي جبت الآية، يبقى انت اللي ملزم بيها ان المفروض ان الاثنى عشر اماما يكون لهم بسطة في الارض اي قوة في الارض
أي يحكمون الأرض. جيد. أما الآية، الآية ما تقول هكذا، لو قالت هكذا تصير بهالصورة الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وهم الوارثون أو وارثون، ما بعد ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم الوارثين. لا، أما تأكيد هاي الثانية مو جعل الأول، جعل الثاني. إما تأكيد وإما مغاير. شو مغاير؟ يعني مغاير ليس كله. واحدة 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 واحد. طب خلينا في الجزء الأول، هو قصده إيه يا أخوانا؟ إيه؟ الجزء ده بيقول إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ده جزء تمام؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فبيقول إن دي جزء وده جزء تاني، مع إن هي أساساً الواو هنا معطوفة على كلمة أئمة، لكن ماشي. إيه؟ خلينا نمشي معاك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. إزاي يا سيادة المعمم الله عز وجل يمن على الذين استضعفوا ويجعلهم أئمة مستضعفين؟ تمشي إزاي؟ بوم. ليش إزاي هو مستضعف؟ يعني مستضعف معناته أنه لا حول ولا قوة ولا قوة التقوى. واحدة أنا راجل بفهم عربي، الله عز وجل عايز يبدل المستضعفين من استضعاف لقوة، فيبدلهم من الاستضعاف إلى أئمة مستضعفين. بوم. والاستضعاف إن شاء الله. يبقى فين المن هنا؟ يعني أنا مثلا اسمعني بس اسمعني، أديك مثال آخر، أديك مثال. اعطيني مثال. أنت الآن مسجون، أنت واحد مسجون في السجن. مثال بعيد، مثالك بعيد. أنا لسه أعطيت المثال، أنا ما أعطيتش المثال لسه. تقول لي مثالك بعيد. أنا ما أعطيتش المثال لسه. أنت الآن مسجون في سجن، حاطينك في سجن انفرادي. فأنا كرئيس السجن منيت عليك وقلت لك بص وأنت في السجن الانفرادي هديك صفة الإمامة. طب هتعمل بيه؟ ما انت مستضعف. ايه صارت قوة. شنو بوم؟ صارت قوة. فين القوة بقى؟ ما انت لسه مسجون اساسا. صارت قوة. المهم صارت قوة بعد. يعني فين القوة؟ فين القوة؟ فين انت تتصور القوة البدنية؟ ما هو هنا لو انت هتقول اسمعني بس اسمعني، انت تتصور القوة البدنية؟ مش انتوا بتقولوا ان الأئمة بتوعكم كانوا مستضعفين، يبقى لا يعني تنطبق اساسا عليهم، لان ربنا خرجهم من الاستضعاف الى استضعاف، ولكن عطالهم بس الشرفية اللي هي الامامة. يبقى فين بقى اساسا؟ انت يبقى الآية لا تنطبق، لازم لابد اتقي الله عز وجل وقول فعلا الآية لا تنطبق على الأئمة عندنا. والله تنطبق 100%. ازاي تنطبق؟ واحدة يا سيادة المعلم، واحدة واحدة يا سيادة المعلم. انت الآن تقول ما تقتنع ان هذه الآية تنطبق، فلما انا سألتك هل الأئمة عندك مستضعفون قلت نعم مستضعفون. طب شلون الله عز وجل يمن عليهم، يمن على هؤلاء المستضعفون ويجعلهم مستضعفون ولكن يعطيهم اسم الإمام؟ يبقى شلون؟ المفروض ان انا بمن على المستضعف فخليه قوي، مش بمن على المستضعف وديه لقب الإمامة وخليه برضو مستضعف. يبقى يعمل ايه بالإمامة اساسا؟ الآية جاءت رفع الاستضعاف إلى إمامة. بعد ما فين؟ طب معلش فين في الآية؟ أخلوا لكم يروح للي أنا كنت أخليه دلوقتي يروح للي أنا قلته في الأول. فين هنا؟ أنت دلوقتي الآية فيها استضعاف، فين القوة هنا؟ فين القوة في الآية؟ والإمامة. الإمامة مش قوة. الإمامة مش قوة. أديك الدليل؟ طيب الدليل. أنتم تقولون أن الأئمة الاثنى عشر أئمة ولكنهم مستضعفون، يبقى الآية لا تنطبق عليهم. من قال مستضعفون؟ كانوا مستضعفون جعلهم الله قوة. معلش واحدة، أنت بتقول كانوا مستضعفين، إمتى أصبح لهم قوة؟ يعني الحسين إمتى كان ليه قوة؟ الحسن إمتى كان ليه قوة؟ جعفر الصادق إمتى كان ليه قوة؟ الكاظم إمتى كان ليه قوة؟
الحسن عسكري انت كلهم عندهم قوه، الرضا انت كلمه كلهم لديهم القوة، كلهم عندهم الكل فيكون، كلهم عندهم، كلهم عندهم اذا هذا وشيء يقول له الكل فيكون. بص رحنا للشطحات بقى، دخلنا مستشفى المجانين دلوقتي، احنا دلوقتي مو شطحات، لا مو شطحات، فتحنا باب المجانين، احنا دلوقتي مو فتحنا باب المجانين والله، لا فتحنا لا مو شطحات، مو شطحات، مو شطحات، لا عزيز مو شطحات، عندهم القوة ولكن المجتمع ما عنده، المجتمع ما عنده، يعني الإمام الحسن ايش عنده؟ يعني شيعته يهلكه؟ ماشي خليني ماشي معاك، ماشي خليني ماشي معاك، خليني ماشي معاك، خليني ماشي معاك. الآن هم عندهم القوة التي أعطاها الله لهم، صح؟ ليش حنين النبي ايش عنده؟ دقيقة اسمح لي، حنين النبي ايش عنده بحنين؟ شلون انتصر النبي بحنين؟ سؤال استعملوها، النبي شلون انتصر بحنين؟ شلون انتصر النبي بحنين؟ انا اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نطبق الايه دي، كلها فرت، اسمعني بس، كلها فرت، تعال نطبق الايه دي، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا فمن الله عليه فاصبح له قوه واصبح ظاهرا واخذ ملك المدينه وملك مكه كمان. نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء. فين بقى شاحت الوجوه؟ رمل عليهم تاو. فين بقى؟ هنا المطاف الاخير، النبي كان مستضعفا ثم اصبح له ملك المدينه وملك مكه ودخل كذلك موسى ان المدركون. يبقى اذا كذلك موسى إماماً اصبح اماما له قوة ولو سيطر على الأرض. كذلك موسى إنا لمدركون. لا ما تكلمش عن موسى أنت دخل. بص يا أخوانا، من ذكاء المعمم، لا بلاش ذكاء، من تثعلب المعمم، ذهب إلى النبي عشان يخلع من الأئمة الاثنى عشر، وذهب إلى سيدنا موسى عشان يخلع الأئمة. طب ما انت بتأيدني، ما انت بتأيدني، انا عايز امام واحد، معلش انا عايز امام واحد تنطبق عليه هذه الآية، امام واحد اديني، امام واحد عندك من ال 12 تنطبق عليه هذه الآية. يعني ما امير ما تنطبق عليه امير المؤمنين ان تنطبق عليه، لانه اساسا ما كانش ليه قوة في الارض، مات، ده مات مقتول. لا صار امام لو ما صار امام، حتى سيدنا عمر مات مقتول. ماشي سيدنا عمر ما مات مقتول، مات سيدنا مقتول. عثمان مات مقتول، مات مقتول سيدنا طيب عثمان مات مقتول. اسمعني بس، اسمعني خلاص يا سيدي، هنفوت لك علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وتنطبق عليه الايه بالفعل، والله عز وجل جعل له التمكين، خلاص. مين تاني؟ الامام الحسن. الامام الحسن النبي، الامام الحسن لم يصل له تمكين لانه تنازل اساسا عن الخلافه، واصبح المهم صار كمواطن زي اي مواطن في لا الدوله. لا لا صار له ما صار له ما صار صار اصبح ما صار. لا يا باشا صار. ما صار ما صار اصبح ليس خليفه خامس مواطن. احنا بنتكلم في النهايات وليس البدايات. لا لا صار خميس خليفه خامس لو ما صار يا باشا. صار خليفه، ماشي صار خليفه، خلاص حلوه جميله يا اخوانا، ماشي خلونا ماشيين معاه، انا ماشي معاك، علي بن ابي طالب والحسن، يلا خش في الحسين اتفضل. والامام الحجة هاي ثلاثة يعني اذا بعضهم يصير الامام الحجة، ما ده بقى لما يطلع ان شاء الله غيرنا يبقوا يناقشوه، يناقشوا موضوعه، لكن احنا بنتكلم عن الحسين اتفضل. هل الحسين اصبح اماما له السلطة؟ لا. طب خلاص يبقى اذا يا اخوانا ماشي، يبقى كده انا ما بتاكلهم، انا ما بتاكلهم، ما بتاكلهم، هاي وجعلناهم. اسمعني خليك، انا بقول ايوه وجع هاي الثاني انا طيب معك والله، طيب معك والله طيبة. يبقى الإمام علي والإمام الحسن تنطبق عليهم هذه الآية وأصبح لهم سلطة على الأرض، الإمام الحسين لا، علي بن الحسين لا لا، بعد بقية الأمة. يبقى باقي الأئمة كلهم لا تنطبق عليهم الآية. شكرا ليك. إيه شكرا ليك سيد المعارف. نجي هسه من الآية الثانية اتفضل. هن ثلاثة، يوم يدعو كل أناس بإمامهم، سورة الإسراء. يا وماشي نجيب الآية، ما قالت يوم يدعو كل أناس بكتابهم، حلو تفضل. يوم يدعو كل أناس بإمامهم،
ولم تقل الآية يوم يدعو كل أناس بكتابهم، لأن بعض التفاسير على أنه يدعون بالكتاب. جميل، حلو أوي. تعال نمشي معاك برضو. صحيح، اللي هو صحيح بعد الآية بعدها معاك. صحيح، اللي مجيش معاك روح معاك. الله عز وجل يقول يوم كمل. ندعو كل أناس بإمامهم. صح، خلنا نكمل. فضل كمل، ما فيش مشكلة. فمن أوتي كتابه بيمينه، الآية اللي بعدها هذه، يعني علموا لما رأوا أنه هنالك بعض لفظ فمن أوتي كتابه بيمينه، على أنه المقصود بإمامهم بكتابهم. أما بعدها فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، هنا في من هذه أعمى ما ذكر الدنيا، هنا الدنيا ما ذكرها. شلون راح التفسير على أنه من كان في هذه أعمى المقصود بالدنيا؟ خلاص، إذا هنالك أكو إيه. حلو، الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامه. تعال نحرر المسألة، ما معنى كلمة أناس؟ ها، ما يراد الناس الناس، يعني ما يراد ليش أشرح بعدها؟ لا يعني الناس دي مثلا أمم، الناس جزء من الناس، يعني مفردة للناس. ما احنا عايزين نعرف، ما صحنا دلوقتي وقعنا في إشكالية كبيرة. ايه هي الإشكالية الكبيرة؟ ان دلوقتي كانت فاطمة عايشة، لا بلاش فاطمة عشان مش هنسميها امام، كان علي بن ابي طالب عايش ومعاه الحسن ومعاه الحسين، والثلاثة كانوا أئمة، والثلاثة كانوا أئمة، تمام؟ وأكيد أكيد يعني نفر ولا نفرين مثلا ماتوا في عهد علي والحسن والحسين، يعني الثلاثة لما كانوا موجودين أكيد في ناس ماتت، يعني أكيد في ناس ماتت، صح؟ إيه. الناس اللي ماتت دي ناس ولا مش ناس؟ ناس. جميل أوي. هنا كلمة إمامهم مفرد ولا جمع؟ مفرد. تمام أوي. يبقى دلوقتي لما الله عز وجل يدعوهم، هيدعوهم بعلي ولا يدعوهم بالحسن ولا يدعوهم بالحسين؟ اللي ماتوا وشوكت، هيدعوهم بمين؟ ما هم الثلاثة ماتوا في زمن واحد، يعني الـ 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 الناس ماتت في زمن الثلاثة، والثلاثة أئمة، والثلاثة لا أئمة. قصدك اللي مات، قصدك اللي ماتوا في زمن الإمام علي. أيوة، اللي ماتوا في زمن الإمام علي والحسن والحسين، والثلاثة كانوا أئمة، والمفروض أنه يدعون بإمام واحد بالإمام علي يدعيهم. مين اللي قال بالإمام علي؟ طب أنت نفيت الإمام عن الاثنين كده، ليش نفيت الإمام عن الاثنين؟ مش هو إمام واحد ولا ثلاثة أئمة؟ لا، الإمام المشرع اللي موجود وين كانوا أئمة دول مو حاكمين إلى أن يموت، يعني إمام قال واحد ممكن. خلينا نمشي شوية، نديك مثال أسهل من ده شوية. ليش هو الحسين إمام الحسن؟ اسمعني بس، نديك مثال أسهل شوية، تمام؟ إيه معنى الإمام اللي هنا؟ يعني إيه معنى الإمام؟ يوم ندعو كل الناس بإمامهم، إيه معنى الإمام هنا؟ الإمام الذي يؤتم به. الإمام الذي يؤتم به من 1300 سنة، الناس اللي ماتت حتى مين إمامهم؟ بوم، أنا غير جاي أشيلك، أنا أشيلك بوم، شيل على الآية، شيل على الآية. ما أنا بحكي، لا أنا بحكي لك دلوقتي إحنا بقالنا 1300 سنة بدون إمام. إيه، ما الإمام الناس اللي ماتت قبل فوضى إيه السنة؟ السنة ما أفصل على آية. السنة قلت لك ها، شنو معناته يا باشا؟ في 1300 سنة في ناس، في 1300 سنة دول اللي هم آخر 1300 سنة في ناس يسموا ناس، تمام؟ وإحنا ناس والله. دلوقتي إحنا لما نيجي نموت مين إمامنا في 1300 سنة؟ إيه أستاذ وليد، أنا قلت لك هاي الآية شرح لي إياها، شو المقصود بإمامي؟ كتابهم؟ الآية حسب قول الطبراسي وحسب قول الطوسي أن كلمة إمامهم أي كتابهم، والدليل فمن أوتي كتابه بيمينه. جيد، زي بالضبط الآية اللي هي بتقول إيه؟
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني نفس الآية وكل شيء أحصيناه في كتاب. أحصيناه في كتاب صح؟ صح. جميل أوي. هنا برضه نفس الحكاية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه. فالآية واضحة أن كلمة إمام هنا تعني كتابه الذي يؤتم به. جزاك الله خير. نجي للآية الثالثة. نجي للآية الثالثة تفضل. الآية الثالثة في صورة أعتقد في صورة يمكن المزمل أو قولها بس ما طلع تفضل. يمكن لو المزمل لو المدثر. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى كنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تفضل. يا يمكن المزمل أعتقد له ولا أيوه مزمل. جيد. هاي كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هاي الكما المثالية يعني الله عز وجل عند ماذا أرسل إلى فرعون؟ فرعون أرسل له نبي وبنفس الوقت سدد مع النبي الوزير انطى الوزارة وياه وانطى العرضية انه يعرضه بأحد آخر. فهاي كما ما تنطبق هاي كما على النبي مثلا ثواني يعني قصدي النبي مثل ما الله عز وجل أرسل رسول موسى ومعه أخوه هارون ثواني عشان بس معه أخيه هارون كذلك تقريبا انتهى البس البس قطع اساسا قال راحتك خلاص يبقى نكمل كمل الآية بكره ان شاء الله.